حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو، حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. فك الكيس وادينا بقشيش، ما تروح ما تجيش يا حلو، حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. فك الكيس وادينا بقشيش، ما تروح ما تجيش يا حلو. رمضان رمضان ولا بعونا يا رمضان، رمضان رمضان ولا بعونا يا رمضان، رمضان 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 بنحبك قوي 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 يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، واشف كل مريض يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين النهارده كده اهوت هنعمل وصفه اقتصاديه، وصفه سهله، وصفه سريعه فيها كل المميزات. طبعا نوع الحلويات ده الاطفال كلها بتحبه، الاطفال الكبار يعني مش الاطفال بس. هنا النهارده هنعمل الدوناتس، الدوناتس السهله السريعه الحلوه اللي تخمر معانا بسرعه بدون اي مجهود، او نقعد قصادها وقت علشان ايه تخمر وتخلص معانا. فطبعا احنا عايزين بقى الحاجات ايه سريعه اللي تخلصنا قوي. فطبعا انا هنا هو دول كوبايتين دقيق، ماشي، وهنا هو ده هناخد هنا هو معلقه صغيره خميره فوريه، وهنا دي بيكنج باودر او خميره الحلواني برضو معلقه صغيره، وهنا هو دوت لبن رايب، هو طبعا في سر الهشاشه بتاعتها. طبعا احنا مش هنحط فيها بيض لان انا ما بحبش البيض في الحلويات، بيعمل لنا مغص يعني ما اعرفش ليه ما بنحبوش بيتعبنا. فهنا هو دوت هنحط، طبعا هنعجن العجينه باللبن الرايب عشان هو ده اللي هيديها الهشاشه ويديها الطعم الحلو، عشان طبعا البيض هو اللي بيرفع العجينه طبعا مع الخميره عشان ما يبقاش طعمها عامل زي العيش، يعني ايه زي المخبوزات العيش الفين والكلام دوت. لا، هو اللبن الرايب بقى هو بديل للبيض طبعا طبعا، والمحسن الطبيعي، محسن الخبز الطبيعي اللي هو الخل. انا مش هحط خل عشان دوت لبن رايب، لو دوت لبن حليب ممكن ايه يعني طبعا بديل اللبن الرايب هو اللبن الحليب. هنحط بس معلقه صغيره لبن رايب، هنحط سوري هنحط معلقه صغيره خل بديل طبعا ايه المحسن الخبز. وهنبتدي بقى، وطبعا هنا هو ديت معلقه كبيره من السمنه، وهنبتدي مع بعض. وهنا هو هنحط برضو، مش هنحط كتير سكر، هنحط بقى ربع معلقه على حسب بقى الايه، على حسب الرغبه بتاعتكم وعلى حسب الحلاوه اللي انتوا عايزينها. هنحط ايه، هنحط السكر طبعا. احنا هنا هوت في الاول هنحط المواد الجافه، هنحط طبعا هنا هوت الخميره، هنحط معلقه صغيره لان الجو دلوقتي خلاص بقى دفى اهو كده هوت شويه كده، قد معلقه كده صغيره. وهنا برضو البيكنج باودر كذلك، بس كده كفايه بيكنج باودر، اسمه خميره الحلواني عند حبايبنا العرب طبعا بيسموه كده. فاحنا هنحط بقى كل المواد الجافه هنا هو ده، هنحط طبعا السكر، وبرده ما نزودش قوي علشان ما يخليش احنا بنقليها ما يخليش
العجينه او الدونتس لما بنيجي نعملها ما تتلسعش. طبعا انا بفهم البنات الصغيرين او الناس اللي هم يعني ايه لسه جداد في المطبخ وكده. طبعا احنا كلنا عارفين الحكايه دي، ان السكر مع الحلويات لما بتتقلى ديت بتحرق الحاجه، بتحرق المخبوزات او الحلويات طبعا اللي بنقليها في الزيت او في السمنه. احيانا في حاجات بنقليها في السمنه. طبعا هنا اهو هنقلب ده كويس كده، اهو اهو كده اهو نقلب كله كده معانا كويس علشان يبقى كله ايه. ناخد كمان معلقه السمنه معانا دي، طبعا ما فيهاش دايت خالص الوصفه ديت، لان هي فيها سمنه وهتتقلى ايه، هتتقلى في زيت كتير. وفي ناس انا مره عملتها في الفرن بعد ما خلصت كده اهو، بعد ما شكلتها وسبتها تخمر طبعا روحت مدخلاها في الفرن، طبعا برضو بقت حلوه ونفشت. بقى الناس برضو ايه يعني ايه اللي بتعمل دايت هتتصرف بقى، هتعملها بأي شكل. هنفرق كده اهو انا هوت كده اهوت، بنفرك الدقيق في قلب السمنه، معلقه السمنه في قلب الدقيق كده اهوت، تتشبع بيها، تغلف كل حبايه دقيق بمعلقه السمنه ديت وتخليها كده اهوت زي حبتها الرمله. طبعا هنا اهوت معانا ومعانا الخميره والبيكنج باودر كله هيتقلب حلو في بعضه. طبعا اللي عايز يعملها بالميه مش عايز لبن رايب يعجنها بالميه او يعجنها، بس اللبن الرايب بيديها طبعا طعم حلو وبيساعد على رفع العجينه، بيساعد على تخميرها. وممكن طبعا بديل بقى اللبن الرايب دوت اللبن الحليب ومعلقه الخل، وبدلهم كمان بدل يعني لو ما عندكيش لا ده ولا ده تحطي معلقه لبن بودر نيدو بقى او اي اسم بقى انت عايزاه يعني تجيبيه او متعوده عليه تجيبيه وتستخدميه. يعني اهو جبت لكم كل الحلول، وابسط الحلول طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده، احيانا الواحد خلاص بقى ما بيطلعش عشان الحظر وكده هود، والاولاد طبعا عايزين حاجه حلوه عشان احنا ما بنشتريش دلوقتي اي حاجات حلوه، بنعمل كل حاجه في البيت. بنعجن بقى بميه وخلاص، يعني اي حاجه حلوه خلاص هي بتتعمل في البيت، طبعا امن من اللي احنا بنشتري من بره. مهما يكون اللي بره دوت طعمه حلو احلى من اللي احنا بنعمله، لكن مش صحي، لان احنا ما نضمنش اللي طبعا حط ايده في الحاجه او عمل الحاجه دوت كانت ايدي نظيفه، الحاجات كانت نظيفه ولا لا اللي هو بيستخدمها. طبعا انا هنا اهو ده هيجي بقى وقت اللبن الرايب، اهو نحط اللبن الرايب على الدقيق اهو، بعد ما حطينا عليه فرقناه في حته السمنه اهو. ولو عايز التاني هنحط لها بقى، لو في لبن هنحط لها، ما فيش هنزودها بقى شويه ميه اي حاجه بقى. المهم ان هي ايه تتعجن، تبقى عجينه حلوه كده متقله متماسكه قوي ولا سايبه قوي، عجينه حلوه يعني ايه تبقى عامله كده اهو في ايديكي كده اهوت، تبقى عامله كده اهوت زي حته القطن، تبقى ناعمه وحلوه. طبعا هي هتعوز ان كميه السائل ديت مش كافيه طبعا ان احنا نعجن بيها الكميه دي. طبعا اهو هنزود تاني، طبعا انا جبت شويه ميه عشان اللبن الرايب خلص من عندي، كان اخر حبه
فعشان نكمل ايه، نكمل العجين طبعا برضو دافيين شوية المية علشان خاطر العجينة تخمر معانا قوامك تبقى سهلة. طبعا مش هنطلق مية كده على طول يعني، لا هنحط حبة حبة كده اهوت بالتدريج. اهو بواقي السمنة اهي، طبعا الطريقة دي في الدونتس بتبقى جميلة قوي. طبعا انا بعمل الدونتس بمناسبة طبعا بسطاني، كده هو نلملم كل حاجة بقى في قلب البولة اللي احنا بنعجن فيها او الطبق اي حاجة بنعجن فيه، نلملم بقى ايه، ما نقعدش بقى نطلق ونقول لا ده في اهو بواقي دقيق، ونقوم حاطينه. العملية بقى ايه تبوظ مننا، والمكونات ايه تبوظ مننا، ما نعرفش ايه نلم حالنا. فطبعا احنا بنحط الدقيق السائل، كان ميه كان لبن كان اي حاجه. طبعا لما هنحط الميه هنحط اللبن البودرة، ما عندناش اي حاجه اي انواع من انواع الالبان، هنحط كوبايه زبادي. ما فيش زبادي، حتى الزبادي لو ما فيش كمان زبادي هنحط بس ايه كوبايه الميه، مش هنحط اي حاجه تانية. طبعا هي كفيله ان هي تعجن لنا العجينه اهي زي ما انتم شايفين كده اهوت، اهو عجينه سهله سهله جدا وملمسها حلو يعني، حلوه يعني تحسيها كده اهوت في ايديكي زي القطن، لا هي عجينه بسكويت ولا هي عجينه طبعا عيش، لان هي معجونه بايه، معجونه باللبن الرايب اهي كده هو. طبعا هنعجنها لحد ما تبقى ناعمه كده هو، شايفين انا خلاص كده عجنتها. بصوا هي بتلزق بتلزق بسيط، بتلزق لكن ما بتمسكش في الايد ديت، عشان دي اللي انا عجنت بيها السوائل فهي يعني لازقه فيها شويه، لكن هنا هو دي بس اهو بتلزق بس حاجه بسيطه جدا. طبعا هنخليها ناعمه عشان تبقى حلوه، تبقى ناعمه وبشكلها حلو برضو لما نيجي نشكلها تبقى دوناتس حلو وتفرح اولادنا، يبقى طعمها حلو ملمسها حلو. طبعا احنا بنعمل الحاجه مش بنعملها شكلها حلو طبعا وطعمها حلو، هو اهم حاجه الطعم، والشكل طبعا هو اللي بيفتح نفسنا على الاكل. طبعا العين بتاكل قبل البق، هنخليها بقى كده هود وهنسيبها كده شويه ممكن 10 دقايق يخلوها تخمر على حسب بقى الجو اللي عندكم. طبعا هنغطيها كويس باي كيسه بقى استرتش، اي كيسه عندك هنغطيها بيها لحد ما تخمر كده اهوت شويه، تريح كده حبه 10 دقايق ولا حاجه او ربع ساعه على حسب طبعا الجو اللي عندنا. وبعد كده هنرجع مع بعض نشكلها سوا ونشوف هنعملها ازاي ونسويها ازاي. طبعا انا خلاص اهو كده اهوت عدوا ال 10 دقايق، اهو دخلت صبعي كده في قلب العجينه، طالما العجينه ما قفلتش. طبعا انا بفهم حبايبنا الصغيرين اللي لسه بيتعلموا ازاي اعرف العجينه، طبعا لما بتعلى شويه ولما ايه تحطي صبعك كده في قلب العجينه اهو ما قفلتش ما ضمتش كده اهوت ايه العجينه. طبعا انا دلوقتي هعمل ايه هنا اهوت، هجيب بصوا رشه دي صغنونه جدا علشان خاطر العجينه بتاعتي ما تنشفش،
هو ده طبعا نوع الدقيق اللي انا بستخدمه، شايفين قد ايه. طبعا انا غسله الرخامه بتاعتي كويس جدا اهو كده اهو اهو. حاجه بسيطه يعني، بصوا يعني بس يا دوبك كده تشمموا الرخامه كده اهوت، او الحاجه اللي انتوا هتفردوا عليها الدونات تشمموها بس كده بالدقيق عشان خاطر العجينه ما تنشفش، ما تبقاش ناشفه او قاسيه احنا وبناكلها، لا تبقى عجينه كده هو لينه وحلوه وسلسه. هنبطل طبعا كده هو. بصوا احنا مش هنعملها يعني مش هنعملها بالنشابه، طبعا هي عجينه سهله جدا شايفين زي ما انتم شايفين كده هو. هنبططها كده بايدينا، بتتبطط بسهوله اهو اهو كده. شايفين انا بططتها ازاي؟ طبعا المسافه اللي هنا هوت كده هوت اه زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني بتاع مثلا سنتي كده ولا حاجه، او يعني بصوا عرض الصبع كده اهو العلو بتاعها المسافه يعني، بس كده نخليها بقى كده مستويه عشان تبقى حلوه. هجيب طبعا حاجة قطاعة او اي حاجة نقطع بيها الدونتس، طبعا انا هو جبت كوباية، انا كنت هجيب قطاعة بس قلت لا كوباية عشان ايه الكل يعني اللي عنده قطاعة يقطع بالقطاعة، اللي ما عندوش قطاعة الكوباية طبعا هي احسن حاجة يعني كفيلة ان هي تقطع لنا الدونتس حلو، وهي هيها يعني اللي عنده قطاعة زي اللي ما عندهوش كوبايه هي اللي هتقطع لنا اهو شايفين. هنحطها كده اهوت في قلب الدقيق اهو على الرخامه، مش ما جبتش انا دي ولا اي حاجه، واقوم غمزها كده اهو علشان خاطر ما تلزقش العجينه، العجينه عشان هي بتلزق سنه يعني هي ما بتلزقش قوي، واقوم ايه عاملها كده شايفين الهوا ازاي بيطلع ازاي بيطلع صوت، وهنا برضو كده اهو. طبعا احنا حطينا في العجينة دي كل حاجة تخلي ان الدونس تكون ان شاء الله ناجحة معانا وتكون حلوة اهو، ما نحاولش ان احنا نطلع منها الهواء عشان الهواء دوت طبعا هو اللي لما نيجي نقليها او نيجي نحمرها هو ده اللي ايه اللي هيخليها تترفع وقت القليه. شايفين ازاي الهواء ازاي انا مش قادر عليه عشان فيها هواء كتير عشان العجينه حلوه اهو كده اهو. هنشيل بقى الزيادات دي اهو، وطبعا لما نيجي طبعا الزيادات دي مش هتترمى اكيد يعني عشان في بنات تقول طب والزياده ده هنعمل بيه ايه، طبعا هنعجنه بس احنا مش هنعجنه احنا هنلملمه. هنلملمه ازاي؟ طبعا هنخليها عاليه كده زي ما هي، مش هنحاول ان احنا نبطط، بس انا الطرف الرفيعه ديت جايباها كده اهوت جايباها كده عشان ايه ما تتلسعش مننا هي وايه احنا وبنقليها اهو اهو كده اهو، عشان ايه اهو كده اهو. طبعا هي خمرانه وجميله والله، حتى ما كملتش العشر دقايق شايفين بقت عاليه ازاي وحلوه. هو طبعا على حسب ما انتي ما هتعمليها، على حسب ما انتي ما هت
ما هتسيبيها يعني وقت او على حسب العلو بتاعها، انتي سايباها هي علوها قد ايه او المسافة اللي هنا انتي سايباها قد ايه، هي هتعلى معاكي يعني. لو عملها رفيعة قوي عمرها ما هتعلى وتبقى كده اهو زي الدونتس الحلوة اللي احنا ايه اللي احنا بنشوفها اهو كده اهو، عشان اوريكو احنا طبعا انا بقولكو كل اسرار الدوناتس الجميلة اللي انا بعملها الاقتصادية الموفرة بدون بيض بدون اي حاجة مكلفة. طبعا تعتبر دي ابسط طريقة للدوناتس. فاحنا هنلملم العجينة كده اهو كده اهو، عشان هي فيها هوا، خسارة ان الهوا دوت ايه ان الهوا دوت يطلع، عشان هو ده اللي هينفعنا ايه ان احنا نبطط تاني، هتتبطط معانا بسهولة عشان هي لسه الهواء بداخلها. لكن لو الهواء ده طلع منها وجينا نبططها كده عمرها لما تعملي ايه، هتبقى عاملة زي الاستك ومش هتتبطط بسهولة، لان كل كمية الهواء كل كمية الهواء اللي فيها هتكون طلعت، مش هتديكي النتيجة طبعا كويسة. هتفضل بقى ايه هتاخد معانا وقت تاني على بال ما احنا ما نقعد نخمر فيها. احنا طبعا مش عايزين كده ان احنا نقعد وقت طويل نقعد نخمر في الحاجة ونستناها على بال ما تخمر، لا، عشان يبقى كله يخمر مع بعض ويستوي مع بعض وما نوقفش في المطبخ كتير، ونكون خلصنا كل كمية العجين في وقت واحد اهو كده اهو. كفايه كده اهو، هو نفس السمك دوت اللي انا عايزاه اللي احنا اشتغلنا بيه قبل كده اهوت. هنجيب ديت هنعمل كده في بواقي الدقيق ونعمل كده اهو، بصوا عشان فيها هوا، حتى يمكن تكونوا انتوا سامعين الهوا هو كده بيفرقع انا وبقطع العجين اهو. وطبعا الدوناتس بتتباع غالية جدا لما عند الحلوانية، بس يعني بتكون كبيرة طبعا اكبر من دي شوية، بس طبعا الحاجة اللي احنا بنعملها في البيت بتكون اوفر وبكون احسن ضمن نظافتها. وطبعا الباقي دوت برضو هنعمله نفس الحكاية نفس الطريقة. شفتوا بقى كوبايتين دي عملت لنا 12 واحدة. طبعا لو احنا اشتريناها جاهزة ديت هتبقى بقد كده. هنيجي بقى من النص، طبعا عايزين نخرمها، ممكن تخرموها بازازة بغطاء ازازة حاجة ساقعة، طبعا دي اللي اتبقت انا عملتها الشكل دوت، يا اما بقى بأي حاجة يعني ايه هنتصرف برضو ايه ونخرمها. انا عندي شكل كده هوت اهو كده صغنن كده اهو الشكل ده، برضو عصها دقيق كده اقوم ايه اجيب النص اقوم ايه غرزها وايه اقوم اطلعه. طبعا ديت بقى مش يعني هسيبها كده اهو، دي الدايرة دي كده زي ما هي اهو كده. هسيب ايه حتة العجينة اللي في النص دي هنقليها كده هو ده ايه دول ايه لوحده، هتبقى شبيهة كده هو ده ايه للزلابية او لقمة القضية لما بتتحمر. طبعا على حسب علو الدوناتس هدي هتطلع لك يا كبيرة، حتة العجينة دي هتطلع لك يا كبيرة يا صغيرة اهو. وزي ما انتم شايفين خلاص كده اهو، ده احنا خلصنا الكمية كلها اللي قدامنا اهو. واهو الدايرة اللي في النص دي هنقليها لوحدها، هتبقى برضو حلوة وظريفة مع الاطفال الصغيرة، هيحبوها وهيحبوا ياكلوها. طبعا انا قلت لكم كل اسرار الدوناتس بان احنا ايه ان احنا نقليها. طبعا هعملها لكم في فيديو جديد ان احنا نقلي الدوناتس ونشكلها مع بعض. استنوني في الفيديو الجاي.
هنقلي الدوناتس وهنشكلها وهنحشيها مع بعض وهنزينها مع بعض. هتشوفوا عشان الفيديو ما يطولش عليكم. اذا عجبكم الفيديو انا طبعا قلت لكم كل الاسرار بتاعت الدوناتس ازاي نعملها بدون بيض. هو طبعا معروف ان هي بتتعمل بالبيض، فطبعا ما تنسونيش اذا عجبكم حلوياتي واكلاتي ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وهنصلي على نبي طبعا، نختم احلى كلام واحلى سلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله، واشفي كل مريض وعافينا يا رب العالمين من كل الأمراض وكل الفيروسات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.